قناة طيور تي في، قناة المربي بامتياز. من أجلكم ننجز التقارير، نجري اللقاءات ونقدم دروسا في التربية. سعيد بلقائكم مرة أخرى متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تي في. حلقتنا لهذا اليوم سنقدم من خلالها مجموعة من النصائح للراغبين في البداية في مشروع تربية الحمام، وطبعا دائما نستعين برأي الخبراء. واليوم معنا مربي من منطقة الشرق الأوسط، سيقدم لنا مجموعة من النصائح التي تهم هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيب. اليوم عندي نصائح مهمة جدا للي بادي في تربية الحمام. أول شيء، إذا بديت في تربية الحمام لا تبدأ على أجواز زينة، هذا أول شيء مهم، لا تبدأ على أجواز زينة لأنها بتكون غالية ولا تعرف تدارك الموضوع. يعني الأجواز الزينة غالية تقريبا، لو شريت جوز تقريبا 200 أو 300 أو 150 ومات عندك، كيف تسوي؟ والله لا انت عارف لها علاج ولا عارف لها اي حاجه، ولا يعني ما تقدر يعني. فنصيحه، اذا جيت تبدي في الحمام ابدا في اجواز باكستانيه او اجواز قطايف، حتى القطايف بعضها يكون غالي، ابدا في اجواز باكستانيه افضل لك. واجواز باكستانيه مو من الغاليه، لا، من الرخيص، من الاشياء الرخيصه، تقول لك كذا حلوات، تنقل لك حلوات كذا وابدا فيها، شفتوا؟ وابدأ فيها طبعا، وخذ، لا تكثر طبعا، لا تكثر، خذ لك ثلاث أجواز، أربع أجواز، بعدها خمس، بعدها ست، بعدها 10 20 30 40 وإلى آخر. يعني لا تكثر صح الحمام، لأن كثر الحمام، والله كل ما تكثر الحمام كل ما يكثر العلف، كل ما يكثر الأمراض، كل ما تكثر كل شيء يكثر معك، كل ما يكثر الحمام يزداد التعب تعب. فأنا أنصحك لا تكثر الحمام في بداياتك، لا تكثر الحمام في بداياتك، اعرف وش تشتري، اشتري لك ثلاث أجواز باكستانية. أنا أول ما بديت تقريبا قبل 4 سنوات كذا، شريت الأجواز باكستانية، أجواز باكستانية كذا، يعني مشي حالك علشان بس أتعلم عليها الأمراض، وتعلم الأمراض الطيور، وعارف الحمام وما أدري إيش، والتطير ومن هالكلام، والشعير والأكل المناسب للحمام وما أدري إيش، ومشكلات وما أدري إيش ومن هالكلام طبعا. طيب رحت للسوق وانت ما تعرف وش كيف تشتري الحمام، او ما تدري وش، او ما تعرف الحمام مثلا، وتخاف تشتري لك حمام مريض ويمرض عليك ويتعب عليك ويموت عندك. فهنا الحل عندي موضوع جدا بسيط، قبل تروح الحمام، قبل تروح تاخذ الطير من وتفحص، تبدا تفحصه. طريقه الفحص، اول شيء تفتح فمه، وقلتها في فيديو جاي صراحه، اللي بيشيك عليه اسهل واسرع، تفتح فم الطير. إذا قربت من عنده شفت فيه رائحة كريهة أو فيه شيء أصفر، هذا تجبر مرض الكنكر، لا تأخذها أبدا. طيب ثاني شيء، تروح لذيلة، من عند ذيلة أكرمكم الله أو من عند فتحة الشرج، تشوف إذا فيه براز أو فيه إسهالات أكرمكم الله أو فيه أي شيء، لا تأخذها أبدا. ثاني شيء ونقطة مهمة، تشوف صدر الطير، إذا فيه تسيف أو فيه عظمة بارزة، أو في إذا في تسيف أو في عظمة بارزة من هنا، طبعا فيها عظمة بارزة، فاعرف أن الطير مصاب بمرض التسيف، لا تأخذها أبدا. وإذا لا والله الطير جاك معبم من هنا وما أدري إيش، أخذه ولا تمالي على قولتكم. طيب هذه نصائح جدا خفيفة لطيفة. طبعا ثاني شيء، تشوف الجناح، إذا الجناح ناسبك عادي خذه، الجناح على كيفك طبعا، شفته قصير طويل ما عليك أي من أي أحد، إذا أعجبك خذه، بس أنت عليك بس من الأمراض أو من هالكلام أو من الأشياء القوية طبعا. هذا مثل ما قلت لكم. شكرا على حسن انتباهكم، وشكرا لكم على حسن تواصلكم معنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.